وسائل بسيطة وطرق تقليدية لا تزال السبيل الأمثل لتحفيظ القرآن الكريم بأغلب المدارس القرآنية بولاية عامة. فالاعتماد على كتابة أجزاء من الذكر الحكيم على اللوح صباحا بقلم من القصب والحبر، ثم حفظه طيلة اليوم وعرضه في النهاية على المعلم، ثم محو اللوحة بالماء ومادة الصلصال، تعد أهم الحركات والأعمال التي دأب الطلبة على القيام بها كل يوم. طريقة القلم والدواية احنا قرينا عليها، لقينا المشايخ اللي كانوا قبلنا كانوا يقرب دواية والقلم تاع اللوحة هذه تاع الخشب. الدواية كان عندها طريقتين، الطريقة كانت على الوذاح تاع الصوف تاع الغنم، الطريقة اللي عندها الثانية هي تاع السمغ تاع البطوم، يعني شجرة تاع البطوم قصبة نشقوها ونديرها بشفرة حادة. طريقة المسح هذه طريقة من بعد، يعني التلميذ لما يكتب يصحح له الشيخ، يقرأ معه اللوحة، يمشي يحفظها هو، يرجع له المكان تاعه اللي يجلس فيه يحفظها، ومن بعد يرجع للشيخ يقرأ واش حافظ. لما يحفظها هذه يذهب إلى الكي يمسح لوحتها، يعني واش ما حافظها من عند الشيخ. المدارس القرآنية هاتية أصبحت مقصدا للتلاميذ بمختلف مستوياتهم، عادة ما يكون بإعاز وتشجيع من الأولياء وبإرادة وحرص من طرف المعلمين. يتنافس فيها الكبار كما الصغار على حفظ أكبر عدد من الآيات الكريمة، بل ويتباهى جلهم بنعمة الجمع بين أحسن النتائج في المدارس وحفظ كتاب الله كاملا. يمكن فئات الأولى هو المبتدئ اللي قلنا بأنه هو اللي يبدأ بالحروف والفاتحة ومن بعد يطب الصور ونعلمه إتقان القراءة وكل شيء، هذا الأول. والفئة الثانية هو اللي اختم القرآن، مثلا كما بالقاسم اختم القرآن ودرك جاي مهود معاه باش يصح الأخطاء ويجد يرسخه مليح في الدهن تاعه، وها هو بالقاسم أمامنا. احنا بدينا القرآن من البداية حفظناه، وكي ختم درك راني نعاود من جديد، نملي على روحي كيش نكسب الايات من راسي اللي حافظه، ومن بعد نعطي للشيخ يصحح لي، نشوف الاخطاء نتاعي باش القران نحفظه مليح. اذا ولان الوسائل هي نفسها في المدارس القرانيه المنتشره عبر تراب الولايه، فالعزيمه وحدها من تصنع الفارق، وما النتائج المحصل عليها في مدارس دون سواها الا دليل على ذلك.